السلام عليكم. أهلين حجي. وعليكم السلام. شو كأنه كله دريان أنه قربت طلعت أخوك كمال. حجي أخي صار له يومين طالع من الحبس. شو الحكي؟ وينه هلا؟ شو بدك فيه حجي وينه؟ أنت اعتبره ما طلع؟ لا لا يا رضوى ما بصير. يعني بضل أخوكي ما بيجوز. أنا لازم روح شوفه. والله يا حجي يلي بيريحك ساوي. والأولاد كبروا يصطفلوا. أنا بالنسبة لي ما في شي تغير علي. وهالروحة اللي بروحها لعند أمل بالعيد مرتين بلاها ما بدي إياها. أصيلة يا حجة أصيلة، الله يرضى عليكي. على كل حال خلينا ندرس الأمور، ما بدنا نستعجل، بيصير خير. عم تتشاطر علي يا رؤوف. إيه بسيطة.